احنا مبسوطين قوي ان حضرتك معانا علشان نفسنا نعرف الطريق تحديات. لقمه المناخ كان عامل ازاي. ازاي طيب. دلوقتي مدينه السلام بقت كمان مدينه خضراء. مظبوط. هو طبعا احنا علمنا بالخبر ان المدينه اختيرت انها لتصبح لتستقبل هذا الحدث العالمي الضخم. بدينا نسال ونعرف هو مين اللي جاي وكم واحد، وعرفنا ان العالم كله جاي هنا. فكان ده اول يعني تحدي احنا بدينا نحطه قدامنا كده عشان نبتدي نشتغل. خططنا طبعا يعني الهيئه الهندسيه كانت بتجهز حاجات وبتيجي تتناقش معانا. احنا كنا بنجهز هنعمل ايه. طب ما احنا ممكن نعمل حديقه مركزيه 31 فدان ضخمه جدا وكبيره، ويبقى بدل ما عندنا حديقه البيئه بتاعه وزاره البيئه يبقى عندنا حديقتين، وايه المانع؟ طب احنا لازم نجيب طاقه شمسيه. وزير الكهرباء كان ليه باع كبير قوي وساعدنا جامد قوي في ان احنا يبعت لنا الشركات اللي تعمل لنا طاقه شمسيه. ده في الحديقه المركزيه. الحديقه المركزيه فيها هتبقى جرين كلها خضره ونخل، واماكن ممكن نقابل فيها المواطنين، لان مجلس المدينه في قلب الحديقه. مجلس مدينه ذكي رقمي جديد احنا ان شاء الله المفروض ان احنا نفتحه اليومين دول. الطاقه الشمسيه طبعا احنا ما بيبقاش في المكان ده لان بتاخد مساحه كبيره، فراجعين ورا شويه على الطريق الدايري. ايوه مخصصين، خصصنا لشركه طاقه 250 الف متر مربع عشان تعمل 20 ميجا وات. في بعض الشركات الاخرى خدت 5، وفي شركه خدت 10. 3 شركات، شركه خدت 10 وشركتين خدوا 5. ادي 20 و20 طاقه، يبقى ده 40 ميجا وات اضيفوا طاقه خضراء اضيفت لشرم الشيخ. كل ده احنا كان دورنا ايه؟ احنا كنا بنساعد، احنا اشتركنا في كل شيء تم على ارض المحافظه.